ازيكم يا صاحبي؟ وحشتوني. صلوا على النبي. النهارده يا جدعان بقالنا كتير قوي يا جدعان ما لعبناش روبلوكس، ما نزلناش روبلوكس، فانا قلت النهارده يا جدعان الوقت المناسب ان انا انزل فيه روبلوكس. بصوا بقى، احنا النهارده هنلعب مابه جديده، مابه ال بيتكوين روبلوكس. يعني شايفين دول كده، دي مزرعه بيتكوين بتاعت واحد منافس اهو. بصوا كروت شاشه اهيت ولعانه، يلا ولعانه. فاحنا النهارده يا جدعان ايه هنعمل؟ زيه تمام، هنعمل بس احسن منه، مش زيه كمان احسن منه. بين المبادئ شكلها جديده وصعبه، فانا هسيبهم يقولوا لي هعمل ايه في البدايه، لان دي مش زي المبادئ تقريبا اللي انا بتعامل اللي انا لعبتها قبل كده. فهو بيقول لي اهو، بيقول لي كاريت اشتري ارخص ترابيزه، ارخص ترابيزه وبعد كده احطها اهو. ولا مين ده؟ ده شبهي. ما تحط يا عم بقى، يا عم بقى ما تعرفناش بقى. اه هنا اهو يا جدعان، كده كده حطه هنا مثلا. ماشي حطينا اهو، دي اول بتاع يا جدعان. ماشي بيقول لي ده ايه، اضغط على الرايت. ايوه دي اه، ده كارت الشاشه، اضغط على الرايت على كارت الشاشه عشان نبدا نعدل. ماشي شينج كارد، شينج كارد ايه اهو. ما اه ده كارت اصلا، ما كانش جواه كارت. طب حلو قوي. ماشي عندنا ايه بقى؟ بار نيد. اه عايزين يا جدعان بتاع، عايزين كهربا. نشتري طبعا ايه ارخص حاجة، نشتري ده 450 واط. ماشي نحطه فين بقى؟ ممكن نحط بتاع الكهربا ده هناك مثلا كده، ايه حتة فيها كهربا. خدين بالكو مثلا كده، حطها هنا كده، هنا كده. حلو اوي. ماشي كده احنا شغالين تمام، كده احنا شغالين حلو. ايه ده؟ كده احنا ابتدينا كده نعدن. جو تو جاردن ذيس بيج بيلدينج ويز ذا شوب اجين. طيب ماشي، هو ده بيقول لي روح عند هناك ده المتجر، روح عند المتجر. معرفش المتجر ده بيعمل بيه ايه، وفيه يشتري حاجه تقريبا. بس يا جدعان بصوا، احنا لسه يا جدعان ايه بنقول يا هادي في التعدين، فاحنا دلوقتي هنبقى اكبر معدنين في كمنطقه. نروح فين نشتري بقى؟ ناو كليك ايه اند اكسشينج بوتن. اه هنا اللي ببيع البيتكوينات ببدلها بفلوس. ماشي يعني تك ايه اهو. ماشي وسع يا ابني البتاع دي. البتاع بقى انا معايا كام بقى؟ انا معايا كام ده؟ اهو ده الاسعار اهي كده يا جدعان، صحيح بتاعت البيتكوين. طب يعني انا لو عملت كده بقى معايا فلوس. ماشي يعني خلاص، يعني كده هنروح نعدن هناك. طب انا الفلوس اللي معايا اصلا اعرفها ازاي؟ يعني انا دلوقتي معايا 5 دولار، يا نهار ابيض، 7 دولار، يا نهار ابيض. البيتكوينيه عامله 4500 دولار يا جدعان، تمام؟ وانا دلوقتي معايا 7 دولار، يعني معايا ايه لو هبيع دلوقتي ب 7 دولار. ماشي ده البتاع يا جدعان، المكان بتاعنا يعني دي ترابيزه التعدين اللي حيلتي. ماشي تعالوا نشوف احنا معانا فلوس قد ايه. طب ماشي معني، احنا ممكن يا جدعان نشتري كارت شاشه تاني. ماشي عايزين نشتري كارت شاشه. يعني تعالوا كده نجرب نشتري نشتري واحده كمان. فين؟ هنا تعالوا نجرب كده نشتري واحده من دي كمان. الحاجات دي بتعرف يعني بعرف ابيعها في الاخر بقى ولا ما بعرفش كده؟ انا معيش كروت، انا المفروض اشتري الكارت الاول. طب الكارت ده بيتشال ازاي؟ المفروض هنا املاها كروت. المشكله اصلا كان في الكهرباء، يعني ما ينفعش اسرق كارت من الناس دي. ولا ما تجيبها كروت كتير، لما تجيبها اي واحد ولا يخرب. بص يا جدعان ار تي اكس ده 1080 ده عارفه. ماشي طب ايه ده؟ عايز اشتري اشتري كارت شاشه. تعالى عنك بيتكوين اهو كروت شاشه اهي، اهي كروت شاشه يا جدعان. يا نهار ابيض بص على الكروت دي، اغلى كارت هنا بكام؟ يا نهار ابيض الكارت ب 5 مليون، 12 مليون، 50 مليون، 275 مليون. الكارت بص يا جدعان ب 75، ب 275 مليون. يا نهار ابيض. طب بصوا بقى احنا معانا كام؟ بصوا احنا معانا كام؟ احنا دلوقتي معانا 175 دولار، وانا عايز 3 كروت. ماشي فاحنا ممكن نشتري ايه، 40 40 80 80 160 صح؟ هيكفي. يبقى انا نشتري واحد من ده. ماشي وكان واحد وكمان واحد من ده. بصوا معايا كام؟ 10 دولار بالظبط. طب عاش يا جدعان، اشترينا 3 كروت. يلا نروح نحطهم بقى في البتاع اللي هناك ده عشان نبتدي بقى ايه رحله التعدين الجامده بتاعتنا. هو الواد ده جاب الفلوس دي كلها منين؟ الواد ده مش كنت معدي عليه يا جدعان، ما كانش حيلته اللضه. هو جاب ايه؟ هو ايه اللي جابه ده؟ صور ده؟ ده ديكور؟ ماشي اقعد اصرف فلوسك كده على الهيافات، وانا اروح يا باشا ايه اعمل لي كده واحده. حط لي يا باشا كارت الشاشه ده هنا، وانت كارت الشاشه ده هنا، وانت كارت الشاشه الجديد الجامد. حلو ماشي دلوقتي يا جدعان عملنا الكهرباء دي هتكفي بقى ولا مش هتكفي؟ اهم حاجه بس تكفي. ماشي خليني اخلي دي معدومه. بصوا يا جدعان انا معايا 10 دولار، وهم ما شاء يعني بصوا
اللي معاها 3 بليون، وده معاه 339 مش عارف الرقم ده، معرفش ما وصلتلوش قبل كده، وده معاه 300، يا لهوي، وده بص معاه 35 مليون بيتكوين، ده 13 مليون تريليون بيتكوين. يعني الرقم ده يا جدعان، ده رقم اصلا يعني، ده لو جابوه لنا هنا في مصر يعني هنعيش بيه كلنا، احنا واولادنا واحفادنا واحفاد احفاد احفاد، يعني رقم كبير قوي يا جدعان، رقم كبير قوي. ماشي، بس ما علينا ما علينا، مش احنا ما مش اي ايه مش الفلوس اللي تشترينا. ماشي، احنا ممكن ايه بقى؟ بصوا يا جدعان، احنا ممكن نروح نبيع تاني زي معانا، جمعنا دلوقتي شويه بيتكوين صح؟ يعني بصوا، خلي دي مفتوحه على طول بقى، جمعنا هنا نص بيتكوينيه، نص بيتكوينيه. طب يلا نبيع ايه، 300 دولار، حلو، نبيعهم على 300. وده ايه ده؟ ايه الصناديق دي؟ ماشي، صناديق ببلاش دي، هات ما اعرفش بتعمل ايه بس هات. نروح فين بقى؟ احنا معانا دلوقتي معانا كام؟ بقى معانا 300 دولار. يعني ممكن نيجي هنا كده نشتري ايه، كارت ال 160، تمام. ده بيعمل يا جدعان بصوا، بيتكوين بير سكند، ده بيعمل 4.... يا لهوي، ده عاش سنين، ده عامل ما يعمل حاجة يعني، مش فاهم ده أحلى. طب ما ده 4 3 أصفار، ده 4 4 أصفار، يا نهار. طب استنى كده، يا لهوي ده يا جدعان بيعمل، بصوا الخمسة مليون ده بيعمل 2 بيتكوين في الثانية، 2 بيتكوين في الثانية. طب ماشي، هنوصل له، مستنى هنوصل له يا جدعان، مستنى هنوصل له، بس احنا دلوقتي معناش فلوس، فاحنا هنشتري ايه؟ نشتري ده مثلا ب 160 دولار. ماشي، ايه ده؟ ده ليفل 2. ليفل، انا المفروض اشتري حاجات من دي، ولا اشتريته؟ اشتريته خلاص. ده انا اشتريته، ولا رفعني في الليفل، يا لهوي على العبط. ماشي ماشي حلو. طب احنا ممكن نشتري كام واحد؟ تعالوا كده يا جدعان ابيع شويه البيتكوين اللي حيلتي ونشوف الحوار ده. 166 دولار كمان، سبحان الله، دي علامه يا جدعان، دي علامه، دي علامه ان انا ايه، ابيع واشتري البيتكوين ده، تمام، عشان نظبط معانا 300 دولار اهو. ماشي، نشتري ده كمان بقى، بس حلو قوي كده، بقى معانا 160 دولار يا جدعان، حطها معاهم هنا اهو. حلو حلو، ممكن نجيب واحده كمان، هات يا عم واحده كمان، بما ان احنا ايه مش هيبقى معانا فلوس، هات كمان واحده بس. اشترينا يا جدعان شويه هم، حلو قوي الكلام ده، اشترينا واحد ايه شويه هم. ماشي، نحط بقى ايه هنا الكروت، احنا جبنا كارت هنا وكارت هنا. ماشي، عايزين هنا 1 2 3 4 5 6، عايزين كمان 6 كروت يا جدعان، نحطهم في المايه في هنا همت، عشان ايه؟ نعدن وننجز. بس المشكله دلوقتي في الكهرباء، هل الكهرباء هتكفي؟ الكهرباء هتكفي ولا لا؟ انا عايز اعرف الكهرباء، يعني استهلاك الكهرباء هنا عندي ازاي، ويعني معرفش، يعني هو مش حاطين لي حاجه هنا اللي اعرف منها يعني. تعالوا كده يا جدعان نحط، انا معايا كارت الشاشه، فتحت صندوق جالي كارت الشاشه، فتعالوا انا عايز اعرف ده ايه. ايه ده؟ في حاجه انا اتحطت، وايه ده؟ ولا يا جدعان ده شبه اللي كان في، يا عم ايه الو، انا عندي شبه اللي كان في، ماشي ما علينا ما علينا، يا رب بس الكهرباء تستحمل. يلا هنروح نجيب ال دي نجيب ال نبيع نبيع يا جدعان، عشان بصوا احنا مقشفرين خالص، مقشفرين خالص، معناش غير 2 دولار، فهنروح نبيع، مش كانوا حاطين بتاع بعيد بعيد قوي. يلا يا جدعان هنعمل ايه بقى؟ بص يا جماعه معايا قد ايه؟ شايفين معايا معايا قد ايه؟ اوف، بيع يا باشا بيع، ايوه كده يا جدعان، البليه بقى تجري في ايدينا، يلا ايوه هو ده الكلام. يلا اشترينا كام كارت شاشه كمان نضاف بقى، كارت شاشه من ايه، من اللي هو ال 45 ده احلى ولا ده؟ انا معايا كام؟ تيجي نشيل ده يا جدعان، لا ده مايننج ديفايس، ده اللي انا لقيته جالي في البتاع اللي انا حاطه هناك. طب ماشي، احنا ممكن نشتري ده واحد كمان، ده شكله بينجز، ده بقى معانا 260 دولار. ده بصوا يا جدعان ده عامل ازاي، ده يا لهوي بصوا. لا ماشي، احنا جبنا خلاص ده، تعالوا بقى نروح نحطه هنا، استنوا كده انا عايز هجيب واحد كمان، هجيب واحد كمان، هنجيب بقى ايه، ابو 45، نجيب ابو 45. ماشي، نضغط اكس ونطلع، يلا نحط هنا يا جدعان، نحط هنا، نحط دي وايه، ونحط دي، وانا ممكن اشيل دي كده يعني، اشيلها ريموف كارد، ممكن اشيلها واحطها. طب يا عم بصوا، احنا ما شاء الله لغايه دلوقتي عاملين اداء، يعني 1 2 3 4 5، 5 محطات تعدين، وحاطين عليهم شويه حاجات حلوه. ماشي، فاحنا دلوقتي ايه، معرفش الكهرباء دي كلها مستحملاها يعني، كل ده مستحمل الكهرباء ازاي، فاحنا المفروض اصلا كهرباء تانية تيجي، بس ما علينا. هنعوز دلوقتي يا جدعان هنتقل شويه لغايه لما نجمع فلوس، نجمع كام بيتكوينيه نروح نبيعهم ونبيع على وش الفته، ونروح بقى ايه، نطور اسمه ده، نطور البيتكوينات اللي عندنا. قشطه، يلا يا جدعان نبيع بقى، جاهزين يا جدعان، ترى معانا كام، ترى هنبيع بكام؟ 4800 بس، 4800 بس، بعد ده كله 4800 بس، 4900. طب يعني بحب ايدك شويه. طيب ماشي ما علينا،
تعالوا بقى ايه هنعمل هنا كده. معانا كام بقى فلوس؟ بص يا جماعه معانا كام فلوس؟ اوه معانا 9000 دولار. 9000 دولار، يعني هنعمل ايه؟ هنروح يا باشا على التقيل يا باشا، نجيب دي، نجيب دي يا جدعان، نجيب دي. اتنين، اتنين صح؟ بقى معايا كام؟ جبت اتنين؟ لا كده جبت اتنين، ماشي. جبنا اتنين من دي، نروح بقى يا جدعان نعمل ايه؟ نجيب اللي هي المايننج الكبيرة، الكبيرة اللي هي بتحط فيها اربعة دي، عارفينها؟ يلا يا جدعان هنحط، يلا البتاعتين اللي انا جايبهم. ايوه واحد اتنين، الله 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 يا ابني، بقينا ليفل 6 يا جدعان، والاشياء بقت معدن. تمام، هو ايه ده؟ في ايه؟ عايزين كهرباء، عايزين كهرباء. طب كويس انا معايا فلوس، كويس انا معايا فلوس. كهرباء، يلا كهرباء كهرباء كهرباء. ده 900 واط، 900 واط. عايزين نشتري ده، ده ب 9600. طب ما عايزين نشتريه باور نيد 24 واط، عايزين نشتري ده يا جدعان. هو ده اصلا كده الاثنين شبه بعض. طب ما تيجي يا عم خلاص ده وخلاص، نقعد نتأمر. حط يا عم، حط ده اهو. ايه مفيش؟ اتحط خلاص، بس كده بس سهله. بس يا ابني خلاص اهو حطيت اهو واحد كهرباء اهو اهو. طب ايه يا جدعان في ايه؟ عيب بقى. طب عندي المزرعه الصغنونه اللي حلتنا لغايه دلوقتي، بس هنأدي دلوقتي. تعالوا كده بس، انا كان معايا تقريبا جالي اي ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده يا مندك؟ اوه فلوس يا جدعان، معايا دايموند كارد ودايموند جنريتور. اوف استنى بس كده، انا معايا الحاجات الحلوه دي. استنى استنى نبيع بس الايه. ايوه 18000 باكو. ايه ده؟ هو مش 4500 يا جدعان في 5 4 5 ب 20000؟ هو الناس دي في ايه؟ هما بيضحكوا علينا يا جدعان؟ طب احنا لا لا دي كده هبت مننا قوي. ممكن نجيب ده يا جدعان 10000 باكو مثلا، بس ده محتاج اصلا. بصوا يعني هنجيب ده واحد تمام، ومش هنجيب تاني دلوقتي عشان لسه هنروح هناك ونجيب ال المولد، وهنجيب مولد الكهرباء، وهنجيب البتاع اللي بيتحط فيه التعدين ده. تمام، فالحاجات دي لسه هتاخد معانا فلوس، فانا مش عايز اجيب كروت شاشه واحطها على الفاضي، فاهمين الفكره؟ يعني احنا ده مثلا ده ممكن ايه ما نشتريهوش اصلا، يعني ممكن نريموف كارد نحط ده فيه، وده مثلا نعمله ريموف كارد لانه كارت كحيان، ونحط فيه ايه؟ بصوا شفتوا الكهرباء هنحط فيه ده. بصوا يا جدعان ده الكارت الشاشه عامل ازاي دلوقتي، احنا عايزين نشتري كهرباء. شفتوا قلت لكم ده اللي بقول لكم فيه كده اهو، كده ارجع ورا شويه. ايوه بس ده يا جدعان ايه، تعالوا كده نشوف بقى دلوقتي يا جدعان اهو. احنا بقينا بننتج 5800 واط، كيلو واط في الثانيه، بنستهلك 3900. يا نهار ابيض. بصوا يا جدعان المفروض بقى اهو، ده دي كان المولدات اللي عندي. المفروض بقى اصول يعني ان دول يعني ده يجيب لي دلوقتي يا جدعان بيتكوينات في يعني في ثانيه. في ما تقوليش ازاي، بس في ثانيه المفروض يعني. تعالوا بقى نجيب لنا ايه. بصوا احنا هنعمل حاجه حلوه، هنعمل حاجه حلوه. هنجيب ايه واحد من ده فين مايننج ابو 3500 ده، نجيبه ونعمل ايه؟ نجيبه نوع كده مثلا، حلو ماشي، ونقوم عاملين اكس كده نطلع. بص بقى نحط فيه ايه، هنقوم جايبين هنجيب بس على ايه ده. هو ده اتعمل كده ليه؟ ما ينفعش ازقه، ما ينفعش ازقه شويه ده. ماشي ماشي، 14 بيتكوين، 42 باكو. هو المفروض 66 66 ولا انا متهيألي؟ دول بياخدوا اصلا فلوس، نسيت ان الناس دي يا جدعان بتاخد فلوس. الناس اللي ببيع من عندهم دول بياخدوا فلوس. ماشي ماشي ماشي، انا نصابين يا ولاد. ماشي تعالوا بقى نرجع هنا نجيب لنا بقى ايه. 100000 عايز اشتري الكلام ده. الدايموند ده يا جدعان هو ده اللي بيعمل 6 ده الدايموند كارد اللي عندي. طب اقول لكم ايه، نحوش ونجيبه، نحوش ونجيبه يا جدعان. ايه رايكم؟ انا عايز اخلي يعني ده ولا استنى شويه نجيب ده. هو الفرق بين ده وده كبير بصراحه، الفرق بين ده وده كبير. انا هملى المكان بيتكوين، هملاه هترسه. ايوه 48000 ما شاء الله. وقفت على بص وقفت على كام؟ ماشي 100000 بالظبط. يلا يا باشا يلا نشتري يا جدعان كارت ابو 100 باكو. يا لهوي تعالوا يا جدعان بقى لما نيجي نشتريه كده، تعالوا تخيلوا يا ابن الايه ده، نطينا يا جدعان ليفلين في ثانيه، في ثانيه تطلع قص على. بصوا يا جدعان يا لهوي اوريك دايموند، دايموند يعني مش هزار. اما احط دي كده مثلا واجي اعمل كده هيبقى كام برضه؟ ماشي. طب يا جدعان ولا ايه ده؟ كهرباء معيش معيش معيش. طب الاستهلاك ايه؟ الاستهلاك يورين كده 5 و8، الاستهلاك 6 يا خرابي. طب ما احنا كده مش هينفع، كده مش هينفع. يلا 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 اشتري على طول، اشتري على طول على طول. يلا يلا شيل حط دي كده، حط بس يا جدعان كله تحت السيطره. بس بقى ده بننتج 8 كي. هو مش كده يا جدعان الكارت ده كارت ابن لذينه، الكارت ده تقيل قوي، الكارت اللي هو الدايموند ده اللي انا حطيته ده ابن لذينه. فبصوا وانا عندي منه ما شاء الله واحد اتنين، فعاملين اداء.
فبصوا يا جدعان، نتقل بقى، نتقل عشان دلوقتي احنا هنكتسح. نتقل شويه، جمع لكم كام بيتكوينات بتاع 20 30 40 بيتكوينات كده ونخش نكتسح. طب يا جدعان رجعنا تاني، بصوا معانا كام بيتكوينات، 278 بيتكوين. بصوا خدت رصرت كده البتاع ورجعت تاني عشان الاقي مكان قدام الشوب على طول. اشتريت مكان ده، مش اشتريته بقى يا عم، رزبلوني قدام الشوب على طول. فاحنا يلا نبيع. ايه ده؟ مش هنبيع دلوقتي يا جدعان. بصوا معنا كام، هيبقى معنا كام؟ 827000 دولار. ولاد الذين ياخدوا عموله 400000. يا خراب، يعني انا ما كانش معايا الكاش ده كان ماشي. ما علينا، هنبدل بقى معايا 800000 دولار يا جدعان. الله، ماشي. هنعمل بقى بدي بقى بالفلوس، هنقوم جايين هنا كده نشوف بقى كروت الشاشه اخبارها ايه. تمام، كروت الشاشه النظيفه بقى، يعني احنا جبنا ال 100000 ده بيعمل كام؟ ماشي، ده يا جدعان ب 500000. اوف، نطور. طبعا نطور، انا كده معايا 800000، ممكن نطور. بس ده بياخد كام؟ 9 كيلو وات. ماشي، هنجيب واحد، نجيب واحد، ولو عوزنا نبقى نرجع نجيب هنا نجيب تاني. لو قصدي لو اتبقى معانا فلوس يعني هنجيب واحد كمان. فتعالوا الاول كان نقوم حاطين هنا البيتكوينيه دي، نحطها فين؟ فينا مكان صح؟ كان معانا مكان ولا معناش مكان؟ ماشي. فاحنا في الاول هنشتري نشتري ايه بقى؟ هنشتري البتاع اللي بتحط عليها دي. دي بكام؟ ب50. دي ب200000. دي سيرفر. دي حلوه، دي تشيل كتير. ناخدها عشان ما نشيلش هم البتاع. تعالوا نشتريها، تعالوا بس كده نحطها فين بقى؟ ولا اقول لكم ايه، تعالوا خلينا في الحنين في الاربعه دي عشان احنا لسه دلوقتي هيجي لنا بتاع، يعني احنا ايوه كده ماشي، حطيناها كده خلاص. حلو، هنحط بقى فين؟ نحط بقى اول ما نحط كده دي كارت الشاشه. بصوا يا جدعان الكارت، يا جدعان وجماله. الله، بصوا بقى الكهرباء بقى، هيحتاج كهرباء. ده تعالى نحط برده كارتين شاشه ضعاف دول. بصوا محتاجين كهرباء، محتاجين كام وات؟ 7. يا نهار ابيض، محتاجين يا جدعان 7. ماشي، احنا معانا فلوس كده كده، فهنجيب بيه بتاع الكهرباء. مولد كهرباء كبير بقى، عايزين واحد حلو. ده 250000، ده 16 كيلو وات. ده حلو، ده كام؟ يا نهار ابيض، ده ب 2 مليون، ده ب 4 مليون. لا خلاص يا عم، هات ده، هات ده يا عم، احنا كده كده معانا فلوس. هات ده كده نحطه هنا. حط الو، حط يا ابني فلوس يا ابني، ما تحط يا عم، لازم يعني هنا، يعني لازم جنب اخوه يعني. ماشي، حطينا يا جدعان اهو. ماشي، بس كده حلو قوي. بس معانا بقى معانا 79000 دولار. بس بصوا البيتكوين مع بيتجمع بسرعه ازاي يا جدعان؟ يا ابن الايه، عاش قوي، عاش قوي. طب ماشي، احنا ده بقى دلوقتي، تعالوا بقى كده ممكن نعمل ايه تاني؟ احنا ممكن نحوش بقى يا جدعان، عايزين نجيب الكروت ب 500000 ولا 100؟ لا نجيب الكروت ب 100000، نجيب منها كتير. تمام، بس هنا برضه يا جدعان الفرق كبير قوي، يعني بين ده وبين ده الفرق كبير. يعني ده بصوا ده ب 3.6، لا فرق كبير قوي. لا يا عم، هنجيب ب 500000 بس، يعني احنا هنملى البتاع ده من ام 500000، هنحط فيه كروت شاشه من 500000. فاحنا نتقل ونرجع تاني لما يكون معانا مبلغ حلو. تمام، ونبيعه بقى. بصوا يا جدعان احنا ممكن برضه نعمل حاجه حلوه، ممكن نعمل نجيب دي كده نملى البتاع مثلا من دي. تمام، نملاها كده، نحطهم كده جنب بعض. ماشي كده اهو، ايوه كده. هو ما ينفعش ابيع الحاجات اللي ورا الصغيره دي اللي بتستهلك اتنين بس. لو ينفع سلام، تبقى بصوا الاجه الاجه. هو ما ينفعش اصلا؟ ما ينفعش تقريبا. هو ينفع يا جدعان؟ تقريبا ما ينفعش. بس تعالوا بقى نحط كده بالترتيب. يلا كده كده معانا 150 باكو. يلا حط دول كلهم يا جدعان، هيتملوا كروت شاشه من 100000 ب 100000. خلي الركن ده جميل الهادي ده ماشي حلو ده. تعالوا بقى هنا استنى، لا ما كان في مكان هنا اقفل. شفت بقى ماشي. ما علينا، ده 3.5 ده يا جدعان حلو. انا ممكن اجيب اللي هي الكبيره، بس الكبيره دي ممكن لما اجي اشتري ارض تانية يا رب، لما اجي اجيب ارض تانية ممكن اشتري ارض تانية واحط فيها بيتكوينات برضو بتاع بيتكوينات. ممكن بقى اخش بقى في التقيله بقى اللي هنا دي. اللي هو لا بصوا ده، شايف ده كبير قد ايه؟ بياخد 9 كروت شاشه ب 200000. بس انا ممكن هقضي حالي بقى بدي في الاول، هيبقى مزرعه مزرعه بيتكوين فيها كروت ب 100000 مثلا، ومزرعه تانية نعملها كروت تانية. ايه رايكم؟ لا يا جدعان دماغ شغاله برضو، معلش دماغ شغاله. بس كفايه كده ولا كمان؟ كفايه كده ولا كمان؟ تعالى كان نلقي نظره، دول حلوين دول ولا ايه؟ بصوا والله حلو، عايش. انا معايا حاجه تانية في الانفنتوري، معيش. بس يلا كارتين شاشه يا جدعان، مليون مليون
مليون، يلا كارتين شاشة من 500,000 يا باشا بعد اذنك. اوف ده ب 2 مليون، ده بيجيب بيتكوينات في الثانية. ايه يا جدعان؟ بصوا بصوا كل ما اروح هنا بصوا يعني بيغروني اكتر. 2 بيتكوين، 5 بيتكوين، 22 بيتكوين، يا لهوي. وبعدين بقى انا بيغروني. لا بس احنا قلنا، لا بصوا يا جدعان احنا قلنا ايه يعني، انا عايز املى الكروت الشاشة اللي هي لين، ما انا مش عارف بصراحة اجي املاها من دي خلاص. لا تعالى املاها من 500 مليون، 500,000 واحدة كمان. ايوه كده عايش. تعالوا يلا حط ايه كارتين شاشة هنا وهنا، بس كارتين شاشة المفروض دول بقى يروقوا عليا يا جدعان. دول الواحدة منهم ب 500,000. نسيت طبعا، لازم اجيب مولد، لازم نجيب بقى مولد. معيش كام؟ معيش 50,000. ده ب 2 مليون 16 كي. طب واحنا عايزين كام كي؟ عايزين كام كيلو وات؟ عايزين 9 كي. ماشي، طب تعالوا نروح نبيع الكام بيتكوينين دول، نجيب 200,000 زرار ونشتري بيتكوين، نشتري قصدي المولد. ايوه كده ماشي، يلا بقينا كله تمام، معانا 6 كيلو وات زياده. ماشي، نتقل بقى نجمع فلوس ثانيه بيتكوينات. عايزين نجمع يا جدعان 100 بقى 200 ايه، احنا اخر مره جمعنا 200، عايزين نجمع بقى 1000 بيتكوين، 1000 بيتكوين ونروح نبيعهم مره واحده. ايه رايكم؟ يا لهوي يا جدعان 1000 بيتكوين، واقوم جاي هنا واقوم شاري بقى ايه 500 كارت شاشه، يا واي يبقى جامد قوي. طيب يا جدعان بصوا رجعنا تاني، بس كام؟ 1000 بيتكوين، 1 كي بيتكوين، يا خرابي. تخيل يا جدعان، تفتكروا هيجي لنا كام فلوس؟ تفتكروا يا رب يجي لنا فلوس كتير، يا رب يا رب مليون كتير يا رب. 3 مليون، 3 مليون يا جدعان، 3 مليون بيتكوين، 3 مليون. بصوا هياخدوا كام مليون يا ولاد اللذينة؟ هياخدوا يا جدعان فلوس كتير، هياخدوا 1.7 مليون يا ولاد الايه، بس مش ماشي ماشي. 3 مليون يا جدعان، 3 مليون. بس ايه ده، في ايه؟ مؤاخذة، هو ما انت لو اي لاف كورسان ما كنتش بقيت كده. يلا ما علينا، 3 مليون يا جدعان، يلا هنشتري يلا كروت شاشة. احنا قلنا هنشتري ايه؟ 500 صح؟ 500. يلا واحد حلو، اثنين حلو، ثلاثة حلو، أربعة الله، يلا آخر واحد. نسيت يا جدعان نعمل حساب نسيت أعمل حساب البتاع ده، الكهرباء المولد. ماشي، اكسشنج 400,000. المولد بكام؟ مولد كتير، محتاج 250، 500,000 اصلا صح، 500,000. ماشي ماشي، احنا دلوقتي معانا كام؟ معانا 6 كروت بيتكوين، 6 كروت شاشه. يعني احنا حاطين ده كده ماشي، وبعدين حطينا ده جنبه كده كده. ايه هنحتاج كهربا صح، نحتاج كهربا كده، والنوم جاي هنا كده تمام. هنا في مكان فاضي اهو، ممكن نحط هنا في كارت شاشه برضو، وهنا نحط فيه كارت شاشه، وهنا هنا ولا كارت شاشه، لا ايوه كارت شاشه هنا، كارت شاشه هنا. بس كده يا جدعان يبقى احنا حاطين، بصوا كارت شاشه ازاي حلو قوي. دلوقتي محتاجين، بصوا كهرباء، محتاجين قد ايه كهرباء؟ 47 كيلو، 47 كيلو كهرباء يا جدعان، يا خرابي. يعني ده هيجيب 16 كي مثلا، حطه هنا. محتاج كمان ايه؟ تعالوا كده، باور نيد 31,000 كمان، محتاجين واحد. احنا محتاجين نشتري كمان اثنين، واحد نشتري كمان اثنين او مش هيكفي كمان. هات كده دي، يا لهوي يا جدعان، يا لهوي يا جدعان. تعالوا تعالوا 37 هيك. يا بصوا هو لو حصل اوفرلوك، هو انا عملت اوفر كلوك. طب ايه، انا نسيت خلاص اعمل حساب اسمه ده. ماشي 360، تعالوا نروح نشتري هناك واحد كمان. نسيت اعمل حساب الكهرباء، انا يعني افتكرت الكهرباء يا جدعان في اخر لحظه. بس انه كده، هو اللي بعده بكام؟ ب 2 مليون صح. احنا محتاجين يعني نشتري واحد منهم، 2 مليون كبير ده محتاجينه. بصوا فاضل 15 كي، يعني بصوا لو اشتريت واحد كمان خلاص. محتاج اشتريت مولد كمان يا جدعان بسرعه قبل ما ايه. ده ممكن يا جدعان، ممكن اعمل اوفر كلوك، هيزود انتاجي. ممكن طب استنوا كده، هيزود انتاج البيتكوين بتاعي. طب استنوا كده، هنروح نشتري، يا رب ينفع، يا رب ينفع. عايزين نعمل اوفر كلوك كده يا جدعان، عايزين نعمله. هو ايه نعمله؟ بس انا محتاج كهربا، محتاج كهربا، محتاج كهربا. ماشي اهو كده معانا. ماشي تعالوا نشتري بقى المولد ونعمله، اول ما يعمل نعمله على طول، اول ما نشتري المولد ده هنعمله. ماشي تعالوا نجهز كده، شيل لي دي كده يا باشا، يلا حط لي ده هنا بس. هنا ايه كده؟ ما شوفوا بقى، هو المولد ده اللي عامل الازمه. حط يا عم، يا عم حط. الله، يعني كده، يعني كده انت هات كده بقى، هات دي، افتح القايمه دي بسرعه. ايوه اوفر كلوك يا جدعان، ايوه اوفر كلوك بالفورم، ايوه اوفر كلوك. بس الاوفر كلوك ده يا جدعان هيزود انتاجي، هيزود المفروض انجز، ايوه هيزود لي بسرعه مايننج. ايوه
مش هو يا جدعان، هو البتاع ده مش كان، ايوه بعمل يا جدعان 2 بيتكوين بالثانيه دلوقتي، تقريبا 3 بيتكوين في الثانيه. حلو قوي ده. ده ايه بقى؟ ده ممكن اشتري مكان تاني، ده هيخليني اشتري مكان تاني كده ماشي. وايه مثلا كده ماشي، تاني 2 اهو. لو عملت كده اهو بصوا شفتوا بيزود اهو، هيزود الاوفر كلوك ده بيزود يا ابن الايه. بس تقريبا يا جدعان هو بيزود وبعد كده الطاقة دي بتروح، ولا انا على الفاضي يعني؟ انا عايز افهم بس عشان بس ايه، ما يعني ما اتغفلش. هل لما انا بعمل الكلام الاوفر كلوك ده الكهرباء دي اللي بتروح زيادة دي بترجع تاني ولا لا؟ يعني دلوقتي ما عنديش كهرباء خالص، يعني دلوقتي انا جبت كارت الشاشة حطيته مش حاجة تشتغل، هيعوز كهرباء. فمعني هنشوف هو كلها كام. 22 دقيقة نعدي يا باشا، بعد 22 دقيقة نشوف الحوار ده. طب يا جدعان بصوا، فاضل كام؟ فاضل دقيقة وشوية والاوفر كلوك يخلص. بصوا مجمعين كام؟ خمسة تقريبا، 5 كي، 5000 بيتكوينية، 5000 بيتكوين اهو، 5 كي. يلا يا جدعان نبيع، نشتري نبيع بقى ونشوف بقى الحاجات الحلوة اللي احنا هناخدها دي. ناخد كام فلوس؟ كام فلوس؟ 16 مليون، 16 مليون. بيع يا باشا بيع، 16 مليون يا جدعان، يا نهار ابيض 16 مليون، ده هنشتري بيهم حاجات كتير قوي. 16 مليون مبدئيا كده، مبدئيا بصوا يعني احنا ممكن نجيب واحد من ده ب 2 مليون بس، واحد بس تمام. وبعد كده نجيب ايه، شويه حلوين من ده ماشي، هنجيب ايه شويه حلوين تمام. مش عايزين ننسى الكهرباء، لسه في كهرباء هنجيبها، كهرباء ماشي ماشي. ووقف على كده، ولما نعوز نبقى نيجي ناخد تاني. حلو قوي الكلام ده، حلو قوي. دلوقتي هنروح نعمل ايه دلوقتي؟ انا لسه معايا 12 بيت، 120 بيت، بس انا جاي بيتكوينات بتزيد ازاي؟ تقريبا بسبب الاوفر كلوك اللي انا عامله ده بيزوده. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ انا عايز بس، انا معايا كام كارت شاشه؟ بصوا معانا 12 كارت شاشه من ده وكارت شاشه من ده. ف يعني انا عايز برضو في حاجه بس عايز اعرفها، الاوفر كلوك ده لما يخلص الكهرباء بتاعتي اللي عندي الزياده دي هتيجي ولا مش هتيجي؟ فا ايه بقى؟ ايه الحوار بقى؟ يعني انا دلوقتي انا مش عايز احط كروت الشاشه يا جدعان، عشان هنعوز كهربا بنت لذينه، كهربا نعوز كهربا جامده قوي. تقريبا كده الاوفر كلوك خلص صح؟ الاوفر كلوك خلص. الكهربا رجعت عندي تاني يا جدعان، صح الكهربا رجعت تاني، حلو قوي. طب ما انا كنتش اعرف الحوار ده، ما انا كنت اعرف كنت عملته من بدري. يلا يا جدعان نملى الحاجات دي بتكوينات، يلا يلا نملاها كروت شاشه. يعني كده هم عاملين كده اوتوفيل، يلا ما اتملاش ليه؟ الو ماشي اتمال. ده بحدد الحاجه. طب حلو، هات ده كده، ده كده اوتو فيل ماشي. يلا وانت، يا نهار ابيض يا جدعان. استنوا بقى كده، لسه في واحد هنا ما اتحطش فيه كارت شاشه. حطينا كارت شاشه يا جدعان. بصوا محتاجين كام كهرباء؟ بصوا بقى لما 99 كي، مش مشكله انا كده كده عامل حسابي هشتري يا باشا الواحده ب 2 مليون دي. فين؟ ايه في واحده كام؟ يا نهار ابيض، بصوا دي 45 مليون. طب اقول لكم تعالوا نشتري دي يا جدعان، دي ب 120 كي دي على طول. دي ايوه دي كده على طول، على طول نحطها اهو. حلو قوي، بصوا بس عملت لنا الحاجه اهو. احنا محتاجين كمان نشتري، بصوا انا هشتري ايه، ممكن اشتري واحده كمان من اللي مش الرخيصه، اللي هي ب 2 مليون دي. ايوه دي ماشي، واحطها كده. حلو كده يا جدعان، يا لهوي انا ممكن احط، كنت حطيتها هنا. انا بصوا المكان ده يعني بقى خرابه. ماشي ما علينا، احنا دلوقتي يا جدعان عاملين اداء، لغايه دلوقتي احنا عاملين اداء، مالينا اهو شويه كروت شاشه حلوين من ال 500 تمام، ومعايا 600 بيتكوين هناك همت. لا عاش اداء، عاش اداء والله. وصلنا كمان ليفل 42 يعني. بصوا يا جدعان نايس نايس، و2 مليون كمان يا باشا من الهوا، هاتهم يلا. وناخد برضو ايه، نجيب لنا كام كارت؟ اربع كروت شاشه كده ولا كام؟ اربع كروت شاشه ولا 8؟ 8 8 كروت شاشه كده بال 500000. حلو كمان هات، حلو قوي. احنا كده معانا كهربا كتير يا جماعه، بصوا كهربا معانا 89 كي كهربا زياده. فحلو، انا اهم حاجه يعني على فكره الكهربا. ليه؟ لان لما بستخدم اوفر كلوك ده عرفت اهو الكهربا بتاعي بيستخدم الكهربا الزياده بتاعتي، بس في نفس الوقت بعد ما تخلص بيرجعها لي تاني، الكهربا بيرجعها لي تاني. فالحوار ده حلو، فهنقوم جايبين كده اوتوفيل هنا، يلا اوتوفيل بس. عاش قوي. كهربا قد ايه بقى؟ معانا كهربا لسه 53. ده لسه انا عايز اشتري من ده كمان، يعني ده انا لما يجي لي فلوس هشتري ده اهو كمان، هكتر بقى من ده. واحنا عايزين، عايز اتفقنا عايزين النملة دي. بس انا كده ممكن في حاجه تانية تتشرى تقريبا، ديكور والحاجات دي. كرسي جيمنج ده، ايه ده؟ ايه ده؟ ليه ايه؟ كرسي جيمنج بكام؟ 1 2 3 4 5 6 900 مليون؟ كرسي جيمنج ب 900 مليون؟
يا بابا ان شاء الله ما حد جاب بابا 900 مليون ايه. خليه بقى خليه، شوف بقى مين اللي هيجي ده سبيد موديل. انا عايز الشيء بتاع دي ماشي، ممكن نحطه فين؟ هنا كده مثلا ماشي، ونحط كده. ها امشي بسرعه ولا ايه؟ ايوه كده كده نمشي بسرعه. ايوه كده يا جدعان، بدل السلحفه اللي احنا كنا ماشيين بنتمشى بيها دي. ماشي حط يا باشا هنا الاوتو فيل، يلا ايوه كده. معانا كهرباء قد ايه بقى؟ كهرباء جامده قوي 9 كي. ماشي محتاجين نشتري ايه ده؟ احنا محتاجين، انتوا بتهزروا؟ محتاجين نشتري كهرباء. ما انا ما... يا ولد اللذينة يا ولد اللذينة، بيغفلوني يا جدعان والله والله بتغفل. طب ما احنا كان معايا 50 كي يا تات كروت شفطوا 50 كي، هو ايه الهبل ده بقى؟ ما كان معايا والله 50 كي كهرباء. اشتري يا عم، اشتري يا عم، ده يا عم اشتري يا باشا. خد عاملين هنا، بصوا عاملين هنا دي منظر، ده منظر، ده منظر. انا كنت عايز ارتبها مشيها بالترتيب، ده منظر ماشي. ما علينا، انا ممكن انا عايز اشتري كمان الكهرباء من 2 مليون 2 مليون عشان ازود البتاع دي، ولما اجي اعمل الكول داون اجي اعمل الاوفر كلوك تاني واجيب فلوس اكتر. ماشي معايا يا جدعان. احنا دلوقتي يا جدعان بصوا نستقنا الدنيا، احنا بص ايه ممكن نملى البتاع دي. تعال نملاها الاول، هنملاها حاجات من مايننج اللي 50000. يا جدعان انا اتغبيت واشتريت اللي بتزود 3 اللي بتحط 9 9 بتحط كام؟ 2 4 6. انا كان قصدي اشتري من الصغيره ده، انتوا ضحكتوا. لا انا كان قصدي اشتري من صغيره ده. يا لهوي هي صغيره بكام؟ انا كان قصدي اشتري دي 3 ونص دي ب 50. طيب ما علينا ما علينا، تعال نكمل ايه، نبني حاجات من دي. طب يا جدعان بصوا زي ما شايفين كده، ده انا اهو ده المكان بتاعي. بصوا يا جدعان مليته ازاي؟ بصوا مليته هنا، في هنا بس مكان جله مني بس مش مشكله. بصوا مليته، بصوا بعمل ازاي يا جدعان؟ يا خرابي ده طبعا لسه يا جدعان، ده هملاه كله كروت شاشه، وده هيبقى بصوا انا سايب المكان ده عشان احط فيه اسمه ده بتاع الكهرباء، موردات الكهرباء تمام. فيعني ايه ربنا يستر. وانا كده عملت ماشي المكان ده ما كانش فيه. عايزين ايه بقى؟ عايزين يعني عايزين ما ننساش، بس اهم حاجه انا محتاج اجيب كهرباء. ماشي معايا بس كارتين شاشه ممكن احطهم. ماشي محتاجين كهرباء، محتاجين كهرباء. عايز كام؟ 20 كيلو وات. انا دلوقتي يا جدعان محتاج اشتري بقى ايه، لما اجي اشتري لازم نبقى اذكياء. عايزين نشتري كهرباء من اللي بتزود كتير، لان انا الاماكن يعني الانرجي فين الانرجي اهو. يعني دلوقتي ايه الاماكن عندي، يعني محتاج اشتري ده ب 45 مليون، ده محتاج اشتريه يعني، وده كمان. بصوا ده يا جدعان ده بيدي 1.3 ميجا وات مش كيلو وات، يعني ده بيدي يعني 570 كيلو وات. ده بقى بيدي ميجا وات، دي اعلى من الكيلو بكتير، بس ده 150 غالي قوي. يعني بصوا ده عامل ازاي، ده اكيد مولد كهرباء، ده بتاع اللي هو الطاقه الشمسيه والحاجات دي، طاقه الرياح، وده السولار. ماشي. المهم احنا محتاجين دلوقتي ايه، نشتري مولد كهرباء. فاحنا ايه ممكن نشتري اللي هو ب 2 مليون ده، يا رب بس الفلوس تكفي ان انا اشتري ده كده مثلا. بس كده بقى معانا كهرباء اهو صح 47. بصوا بقى لما ايه ده، ايوه معانا. بصوا بقى لما احط كارتين الشاشه دول يا جدعان، بصوا بقى لما احط كارتين الشاشه دول يحصل. حط ايوه دي اللي كانت فيها فاضيه، حط يا باشا. بصوا بقى ايه ده والله. طب ماشي حلو ما علينا. بصوا يعني استهلاكنا للكهرباء 363000 كيلو وات، وبننتج 393000 كيلو وات. فماشي ماشي يا جدعان، ده المشكله. المهم ده الشكل النهائي لينا النهارده تمام. احنا الحاجات دي كلها فاضيه، ان شاء الله المره الجايه يا جدعان هنقفلهم كلهم كروت شاشه من 500000 تمام. 500000 دي طبعا محتاجه ثروه، كروت الشاشه اللي من 500000 دي محتاجه ثروه. ماشي ده لسه في كروت هنا ب 2 مليون و 5 مليون و 12 و 50 واعلى حاجه 275 مليون. المهم احنا المره الجايه يعني هنملاهم كروت شاشه، سواء بقى ايه ب 500000 ب 2 مليون، هنحاول ان احنا برضو ايه نكتر. وبعد كده هنخش على ارض ثانيه، نروح نشتري ارض ثانيه يا جدعان نملاها بقى كروت شاشه الثقيله. بس هي دي بس محتاجه ايه، محتاجه فلوس. احنا دلوقتي معانا كام؟ معناش فلوس، معانا بيتكوين. فانا هسيبه بقى يجمع كده يا باشا براحته كام الف كده، 10000 بيتكوين ولا حاجه، ولا 20000 بيتكوين، ونيجي الحلقه الجنبهم نظبط الكلام قشطه. صح يا جدعان، لينك الماب دي هتلاقوها تحت في الوصف بتاع الفيديو للناس اللي عايزه تلعبها، لو عايزين تلعبوا الماب دي وتقفلوها معايا. فبس كده يا جدعان كده الفيديو خلص. لو الفيديو عجبك اعمل لايك سبسكرايب فعل زر الجرس، اشوفكم الفيديو الجاي. بيس.